صفحة 76 ومائة وألف، رقم الأثر 27-23. نعم أيوة. قال صالح بن كيسان: اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم. انظر، صالح بن كيسان عليكم السلام من تلاميذ أبي هريرة، لقي من؟ الزهري. الزهري من تلاميذ أنس أيضا، روى عنه في دمشق، لكن صالح بن كيسان أقدم من الزهري، لكن كلاهما اجتمع في طلب العلم. انتبه انتبه يا طالب العلم، ربما تفوت شيئا تندم عليه لاحقا، وبعد ذلك لا ندم، لا ينفع الندم. انتبه ماذا حصل. أيوة. قال: ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتب السنن بكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. وقلت أنا: ليس بسنة ولا نكتبه. إذن انقسموا إلى قسمين، الزهري قال نكتب السنة وآثار السلف، صالح بن كيسان قال لا، نكتب فقط إيش؟ السنة. فماذا حصل؟ أيوة. قال: فكتبه الزهري ولم أكتبه فأنجح وضيعت. فأنجح وضيعت. هي الفرص هيك، تجيك فرص، تعال احضر دروس، لا لا ما، بعدين ما بصح لك، يا الشيخ بسافر، يا انت بتسافر، يا الشيخ بموت او انت بتموت، راحت. هي فرص فقط، بعد ذلك لن تعوض الفرصة يا أخي. زي التجار، التجار أرزاق، أكثر التجار الناجحين نجحوا بس فرصتين أو ثلاث. ما تفكروا كل يوم ناجح، أنتم مش عارفين إيش في التجارة العاد. إذا بتفكر في تاجر يوميا ناجح غلط. التاجر يعني النجاح الباهر، كيف سببه؟ سببه موطنين أو ثلاث، فحصل مالا كثيرا، الآن الباقي صار إيش؟ عادي، تبع، صار عادي زي أي واحد معه فلوس. فإذا هي عبارة عن إيش؟ فرص. كذلك فيما يتعلق بتحصيل المشايخ، هي فرص، بكونوا أمامك المشايخ وأنت زاهد بهم فتضيع الفرصة. كذلك الزوجة، بكون عندك زوجات كثير، نساء، بنات كثير، فبتختار واحدة انت وبتضيع الفرص. بعد ذلك بتصحي يا ريتني اخذت كذا. هذا برضو ايش؟ ارزاق وتوفيق، كله توفيق من الله. وكذلك فيما يتعلق بدراستك الاكاديمية، فيما يتعلق بشغلك في عملك. لذا نحن دائما كما كان يردد شيخنا علي الحلبي دائما بيت الشعر: إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه إيه؟ اجتهاده. فنحن بحاجة أن يوفقنا ربنا لأن نستفيد من مشايخنا، نستفيد من حياتنا، نتقرب إلى الله، نستفيد كيف نجعل أولادنا أين، وهكذا. يعني في واحد اسمه باحث سوري اسمه محمد خير رمضان، عندما كنت في مكتبة شيخنا مشهور حسن في 2000، فكان ضمن قصة طويلة، فكان شيخنا مشهور حسن يقول لي انسخ الكتاب والمؤلف، الكتب المسندة، المصادر الأصلية. فوقع معي مجموع كبير لابن أبي الدنيا محمد خير رمضان، محمد خير رمضان ايه، كل هاي الكتب حققها محمد خير رمضان. فقال يا سفيان: وقع له مجموع لابن أبي الدنيا أرزاق، فحققها فأخرجها للناس. فأنت عندك فرص، فرص. شو بيختلف اللي بيخدم الإسلام عنك أنت؟ شو بيختلف؟ ما بيختلف شيء. القدرات اللي عندك هي نفس القدرات اللي عند، لكن هذا اللي خدم الإسلام واحد جاهد نفسه، اثنين
علت معنويته وهمته. ثلاث، اعتصم بالله، يا رب وفقني، يا رب يسر أموري. رابعا، رمى الدنيا وراء ظهره. خامسا، عنده تقوى الله ينكسر لأمر الله. فمثل هذه الأشياء جعلته نافعا للإسلام والمسلمين. فتستطيع أن تكون أنت منهم. في 90 كان سني 18، أو في 92 كان عندي شيخ اسمه علي نمر مصلح، ما أنا عنده علي الحلبي وعلي نمر. علي نمر مكثت عنده من 89 ل 92، بعدين التحقت بشيخ علي الحلبي. في 92 رحل من منطقتنا، كان إمام مسجد، فأنا تنو أجا يرحل يعني شديت فيه، كيف تترك المنطقة، كيف نترك الدعوة، كيف نترك السنة، استفدنا منك وتعلمنا منك، نريد أن نستمر ونبني النظيف ونجعله مكانا لإحياء السنة. فرج فيك، مين اللي بيحكيها، عمره 18 سنة، سفيان عايش 18 سنة. فرج فيك، قال سفيان، نعم، قال لي كون انت مجدد العصر. قلت له ولم لا، لم لا اكون حتى اتقرب الى الله. فانت شو المانع انك انت تكون مجدد العصر؟ شو المانع؟ لا تقارن نفسك بالسفهاء، كن وانو ان تكون جندا من جنود الله، خادما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ما فعله الزهري.